كسبت كمان 3000 جنيه حاج. يا نهار ابيض يا حبيبي، الله يبارك لك. انا مش شاكر يا حبيبي. أول مرة في حياتي بقالي 70 سنة وقابلني واحد بالشكل ده. عايش لوحدك يعني؟ عايش لوحدي. ايه ده بقى الحاج بقى ايه؟ كسب معانا ايه تاني؟ تاني؟ آه يا لهوي، ده كفاية علي كده. يا رب يخليك يا حبيبي. كسبت 5000 جنيه كمان. يا نهار أبيض يا رب، يا ما أنت كريم يا رب، يا ما أنت كريم يا رب. يا حاج الحمد لله. كويس؟ كويس يا ابو الحمد لله، يديك الصحه يا رب. ايوه بص يا حاج، احنا عاملين مسابقه هنسالك فيها سؤال، لو جاوبت عليه ان شاء الله تكسب. يا مرتب اسال. انت شغال ايه الاول؟ انا على المعاش. كنت شغال في ديل. راح فين؟ انا مروح دلوقتي، جبت عيش ومروح. ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك يا حبيبي. امرني بقى اللي سؤال ايه. بص يا حاج، احنا السؤال دلوقتي بنقول احنا دلوقتي فين؟ في الدقي. الدقي؟ اه. تبع محافظة ايه الدقي دي؟ الجيزة. الجيزة؟ اه. انت جاوبت على السؤال؟ انا لحقتي جاوبت، انت سألت حاجة. قلت لك انت الدقي تبع ايه؟ قلت لي تبع الجيزة. تبع الجيزة تبع. انت شاطر اهو يا حاج. الحمد لله رب العالمين، انا كويس، بس الجلطة اللي جت لي دي هدتني في المشي، ودراعي الاعصاب اتشلت وكله، وبطني بتوجعني على طول. الحمد لله على كل حال يا رب. الله يبارك لك. أمورني تاني لو عاوز تسأل أي سؤال أنا تحت أمرك. الله يبارك لك يا حاج، الله يخليك. الله مصطفى، ألف مبروك يا حاج، أنت كسبت بطانية عشان الشتاء. يا رب يكرمك يا حبيبي. حسن عشان يديك في الأرض عشان يديك. أنا تعبان ومش عارف أتكلم، بس أنتوا زي العسل والله. الله يبارك لك. احنا مبسوطين ان احنا قابلناك. وانا اللي ربنا يشفيك يا رب. الله يبارك لك. كل الناس اللي بتشوفك ان شاء الله تدعي لك ربنا يشفيك يا رب. يا حبيبي يا رب. متجوز ولا لا؟ متجوز، ومراتي ماتت من 21 سنة. عايش لوحدك يعني؟ عايش لوحدي. اه يديك الصحة. الحمد لله يا حبيبي. مصطفى الحاج كسب معانا ايه؟ من خدت يا حاج، من خدت تديتني ايه؟ من تديتني بطانية؟ اه. مش كفاية عليك؟ طيب يا حبيبي الحمد لله، تكبر. كسبت كمان 3000 جنيه حاج. يا نهار ابيض يا حبيبي، الله يبارك لك. انا مش شاكر يا حبيبي. اول مره في حياتي بقالي 70 سنه وقابلني واحد بالشكل ده. الحمد لله، ربنا فضله علينا. الله اكرم، الله كريم. الحمد لله رب العالمين.